نحمل المسؤولية نحمل المسؤولية نحمل المسؤولية. رئيسة جامعة بنقرير هي مولة القرارات الانفرادية. قانون الصفقات كيقول لك على الأقل يعني لا موندغ دي شوز كونسلتاسيون ديال 3 سوسيتي، يعني كتستشر 3 شركات كحد أدنى. احنا فتنا 3 شركات إلى 5 شركات. هذا ما كيتسماش مرآب، هذا كيتسمى عبارة عن خلا. بالنسبه اليوم نهضروا على واحد الموضوع ديال شي اليات اللي كانوا تشراو في الجامعه ديال بنقرير. اذا الدوفيات اللي مشاو على واحد الشركه مشاو مهم الاليات اللي خاصين على ايين الامور كانت مزيانه. بالنسبه للولايه السابقه كانت جات الفتره ديال كورونا وكانت جات الفتره ديال الانتخابات وبقى هذاك الشيء وزاره الداخليه ما تصيفطش لهاد السنه هذه لهاد الولايه هذه. تخبرنا بانه وزاره الداخليه لبت الطلب ديال جامعه بنقرير وتخصص الاعتماد اللي كانت تطلب في الولايه السابقه. وعلى اي كنا حنا كان الاخبار والحويجه اللي كنا سقنا لهم خبر بانه وزاره الداخليه صيفطت ماتريا. هذاك الشيء اللي ما حنا ما هضرنا ما والو كنتفاجئوا بمرور تقريبا سنه بالنسبه لهاد الاليات هادو كلها اليات متهالكه كلها اليات اللي غير صالحه. كنسولوا كنلقاو بانه وزاره الداخليه ما صيفطتش اليات بل صيفطت الاعتماد ديال الفلوس تابع للدوف اللي قدم للمجلس السابق. اذا ملي جينا كنسولوا واش هاد الشيء اللي دار في هاد الصفقه هادي واش قانوني ولا غير قانوني، من هنا بدات الحكايه. بالنسبه الطريقه كيفاش تسرات او كيفاش تخاضت هذه المعدات هذه بالنسبه لرئيسه ديال المجلس جامعه بنقرير بعد ما جاها الاعتماد باش دير واحد الصفقه، وهذيك الصفقه كيشاركوا فيها مجموعه ديال الشركات ضمانا للجوده ضمانا للمتانه ضمانا ضمانا للضمانه. اذا هنا السيده الرئيسه كان عندها راي اخر مشات دارت عقده. علاش درتي عقدة وما درتي الصفقة؟ جوابا على التساؤلات اللي كطرح اليوم جريدة السفير 24، غادي نبداو إن شاء الله بأول تساؤل اللي كيخص صفقة اقتناء الآليات. كما تتعرفوا كاين فرق ما بين شي حاجة كتسمى اوتوريزاسيون سبيسيال يعني ترخيص خصوصي، وكاين لوتوريزاسيون دو بروغرام اللي هي ترخيص برنامج. هاد طلب الدعم ديالنا مشى في طلب ترخيص برنامج ماشي ترخيص خصوصي. نقدر نشرح الفرق بيناتهم. هو ان الترخيص الخصوصي ان وزاره الداخليه تتوافق لك على هذاك الدعم اللي طلبتي، هذاك الدعم المالي اللي طلبتي، وكتنزلوا لك في البيجي ديالك وكتمشي من بعد انت كتصرف بناء عليه. يعني كدير الصفقه شنو درتي به شنو يعني في هذاك الشيء اللي عطاتك بالضبط من اجل هذاك الشيء اللي طلبتيه من اجل الموضوع، يعني سواء اقتناء ولا اصلاح ولا يعني بو امبورت اشنو هو الموضوع، مي كيكون ترخيص خصوصي اللي كتدبلوك فيه يعني الاعتمادات اولا، كتعطى فيه الفلوس اولا ومن بعد بناء عليه يعني الرئيس اللي هو الامر بالصرف كيمشي كيكمل الصفقه. في لوتوريزاسيون دو بروغرام العكس، لوتوريزاسيون دو بروغرام حتى كتتم الصفقه. حنا ملي جات الموافقه لينا على هذا الدعم اللي هو لوتوريزاسيون دو بروغرام ما نزلاتش لينا الوزاره الفلوس في الميزانيه، مي كانت الموافقه اللي كتبان بيان سور على بيرسبتور كتبان عندنا في السيستم بانها كاينه، مي ما كيكونش دو بلوكاج ديال الاعتمادات. جينا درنا الصفقه ديال اقتناء هاد الاليات. هاد الصفقه اللي العديد ما عرفتش واش جهلا للقانون او لتعمد، ما يعني انا ما غاديش ندخل هنا في النوايا، ولكن اللي كان هو اننا مرسوم 2013 المتعلق بالصفقات العموميه تيعطي الحق في اقتناء الاليات عن طريق قانون عن طريق عقد او تعاقد او ما يسمى بكونترا دو كوما تعاقد القانون العادي. من 2013 وجماعه ابن جرير تعتمد هذا النهج في اقتناء الآليات. واللي ما عارفوش العديد لان كاين البعض كيقول الرئيسه جاتها الفلوس مشات تقدات، يعني بهذا لو تيرم هذا
يعني اولا مشات تعاملات ديريكتومون بشكل مباشر مع شركه، ما كايناش شي حاجه في القانون سميتها الاسناد المباشر، اولا تجيب شركه وتتعطيها تقول لها انا بغيت نقتني من عندك، وكان هذه فلوس اللي كتخص ميزانيه ديال دارك اولا انت حر فيها وكتمشي تقتني بها ابدا. المرسوم 2013 واخا التعاقد يعني عن طريق كونطرا دو دووا كومون، ولكن راه يحيل على قانون الصفقات. قانون الصفقات كيقول لك على الاقل يعني لا موندغ دي شوز كونسلطاسيون ديال 3 سوسيتي، يعني كتستشر 3 شركات كحد ادنى. حنا فتنا 3 شركات الى 5 شركات، اننا درنا كونسلطاسيون لخمس شركات وكانت لجنه وكان فتح اضرفه، ومن بعد شفنا لا سوسيتي اللي رسى عليها يعني كانت نائله الصفقه. نقدر انا هنا نشرح اشنا هي الدوافع اللي خلات هذا المرسوم يعتمد هذه الطريقه، لان ملي كتبغي تقتني اليات بامبورت اشنو هو البيدجي ديالها ولا الاعتمادات المرصوده ليها، اكيد ما غاديش دير. علاش عطاك صلاحيه انك تحدد الشركات اللي غادي توجه ليها الاستشاره اللي غتعطيك لوفر فينانسيير ديالها؟ لان باش ماشي تعلن الصفقه وغادي تجيك اي شركه، وممكن تجيك شركه ماشي هذاك المجال ديالها ولا الاختصاص ديالها، وتقدر تعطيك اوفر فينانسيير لا موان ديزونت وتوحل معاها وتعجز على انها تليفريك بالاليات او ما شابه ذلك. اذا هنا نحمل المسؤوليه راه رئيسه جامعه بن قرير هي مولات القرارات الانفراديه، هي اللي دارت الصفقه مع الشركه. اذا هذوك الحاويات كلهم مهرسين، السبب ديالهم هو التغيير ديال 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 داك الميكانيزم. علاش؟ لانه الشركه اللي صابته ماشي الشركه مثلا اللي بروفيسيونال، الشركه اللي مثلا معتمده ومعروفه. اذا هنا جماعه بن قرير كتعاني في النظافه بهذه الاسباب. كان اختيار شركات اللي كتعامل معها الجهه وشركات معتمده اللي مختصه في النقل المدرسي، مختصه في الاليات. واحيطكم علما ان حتى الشركه نائله الصفقه اللي كانت نائله لها لانها كتتوفر على الشروط اللي كانت من بين الشركات اللي درنا لها كونسلطاسيون، هي شركه اللي كتعامل معها تقريبا جميع الجامعات. وانا استغرب لماذا كان التركيز على هذه الشركه بالنسبه لجامعه بن قرير ولم يتم التركيز عليها بالنسبه للجامعات الاخرى. حنا راه ما مشيناش عند هذه الشركه ديريكتومون وقلنا لا اجي نشريهم من عندك، كنظن بانها نفس الشركه اللي تعاملت معها جامعه صخور حامنا، وهي ماشي تعاملت معها يعني لانه تعامل مباشر، لان حصلت على الصفقه بالشروط يعني في لوفيرتور. ملي كيدير لوفيرتور كتلقاها لا موان ديزونت، كتلقاها لا بلو افونتاجوز، يعني فورسيمون دو بلان دغوا وبالقانون كيفرض عليك انك راه غادي تاخذ لا موان ديزونت ولا بلو افونتاجوز، ما غاديش تستبعدها. والكل يشهد بذلك بجوده الاليات، لا سيما يعني المستخدمين او لي شوفور اللي خدامين في هذه الاليات هذه. نكمل. مهم من بعد ما ديبلوكات لا سيتوياسيون او الاعتمادات، كانت انوغراسيون، كانت تدشين ديال هذه الاليات، وكان تشديد من السيد العامل على حضوره شخصيا للتسليم ديال هذه الاليات والتدشين ديالها. وكنظن بان هنا في هذه الحاله لاني كنسمع بان كاينه قرارات انفراديه للسيده الرئيسه، ابدا لا أدل على ذلك من حضور أعضاء المجلس الجماعي للتدشين ولتسلم الآليات، وكان الكل يشيد بالآليات لأن احنا عارفين الدور ديالها كيفاش غادي تخرج المدينة من 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 المشكل ديال 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 النظافة، وكيفاش غادي تساهم في أننا عوض. راه كانوا بعض الأحياء اللي كان يصعب أنك تمشي ليهم يوميا، مع الآليات الجديدة راه ولينا كنمشيو ليهم يوميا. احنا ما بغيتش نقول بان كان مستوى النظافه متراجع، لا ابدا، ولكن كان مجهود كبير كيدار يعني باش واحد السيكتور باش تمشي ليه اليوم وديكالي نهار وتمشي نهار اخر، لا. دابا لي سيكتور كاملين او لي كارتي ديال المدينه كلهم تيمشي ليهم كيمشيو ليهم الشاحنات بشكل يومي. اللي قال بان الشاحنات متوقفه، ابدا، زياره بسيطه للبارك عندنا غادي تشوف كيفاش الاليات كتخدم، وكتخدم بشكل يومي. الشاحنات اكيد بانها كجميع الاليات وكجميع الالات
راه معرضه للعطب، راه تقدر تكون يلا شريتيها جديده وتعرض للعطب، عندك لا غارونتي مع الشركه، كنراسلوا الشركه فين ما كان شي مشكل ولا شي عطب طونكو على حسابها في خلال العام، راه بيان سور كتجي وكيتنقلوا حتى لعندنا وكيصلحوا العطب فين كاين. ما كاينش مشكل في لي باتري ديال هاد الاليات، ما كاينش مشكل في لي موتور ديال هاد ديال الاليات. اما العطب راه كتقدر تشري ان فواطور فاليوم وغدا تكون اكسيدونتي، ولا غدا طونكو عندك لا غارونتي والكونطرا مضبوط يعني والعقد مضبوط، راه لا خوف، لان ما كاينش شي ضمان بان مثلا هاد الشركه غتكون ملتزمه او ماشي ملتزمه، ولكن الضمان هو الكونطرا، هو العقد اللي كتحط فيه بنود اللي كتضمن حق الجماعه. بيان سور حنا واعيين بانه هذا المال العام وخاص المحافظه عليه، والا ما كناش اللحظه ديال صياغه العقد واللي بطبيعه الحال هو عقد في اطار القانون، ما كناش غادي نعيطوا حتى السيد القابض المحلي باش يزيد يشوفوا معانا ويشوف العقد، يشوفوا قسم الجماعات المحليه بعمالات اقليم رحامنا. وما يمكنش هذا العقد لو كان ناقص انها تزيد توافق عليه المديريه العامه، يعني احنا راه عندنا الثقه في هاد المؤسسات كامله وبانها تتنضبط للقانون، وبان الشركه معروفه هي بسمعتها التجاريه وسمعتها في الجهه كامله والمستوى الوطني ككل، وكون كانت يؤخذ عليها ادنى مؤاخذه ما كانت وزاره الداخليه اللي توافق على هاد الشركه. ثانيا انبه بان شركه ميكومار، لماذا استبعدت شركه ميكومار وما درناش استشاره لشركه ميكومار؟ لانه يمنع علينا من طرف الجهه المانحه واللي هي وزارة الداخلية أنه نعود ندير استشارة الشركة اللي عطاتنا الثمن المرجعي في البداية، لأن الشركة في البداية اللي عطاتك سواء شركة ميكومار أو الشركة كاملة اللي اعتمدناها في البداية، لأن كيقول لك هي عارفة أصلا، عارفة أنت شنو بغيتي تقتني وعطاتك في البداية الثمن المرجعي، إذا يمنع عليك أنك تعاود تكونسلتيها تدير كونسلتاسيون لشركات أخرى جديدة. إذا تمت الصفقة وفق قانون الصفقات، هو تعاقد ديال القانون العادي كونطرا دووا كومون، ولكن راه بناء على استشاره لخمس شركات ودارت اللجنه ودار لوفيرتور دي بلي وتمات الامور كيف ما كتم في اي صفقه. ما فهمتش انا كاين اللي يمكن بغاها واش صفقه معلنه يعني نعلقوها ولا شنو، ولكن راه كونسلتاسيون بمراسله هاد الشركات اللي هي شركات حقيقيه وكاينه ماشي شركات وهميه، شركات كاينه، وكانت هاد الشركه هي نائله الصفقه من بين الشركات كاملين، ما مشيناش كنتعاقدوا معاها بشكل مباشر وما كايناش هاد المساله. وحرمت مدينه جامعه بنغرير، حرمتها من الضمانه وحرمتها من المتانه وحرمتها من معدات اللي تساعد بنغرير في جمع النفايات وجمع مجموعه ديال الحوايج. اللي بغيت نزيد نوضح هو ملي كنوصلوا لهذه المرحله في 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 اختيار او لا في يعني من بعد فتح الاظرفه والشركه اللي رسى عليها الصفقه اللي خداتها، كاينه مسطره اخرى قبل ما كتخلص هاد الشركه، هاد لو دوسي كله كتجمعو بما فيه البي في بما فيه الكونطرا، وانا هنا اثير عاوتاني بان هاد الكونطرا قبل ما توقع معنا الشركه كانت استشاره السيد القابض المحلي وطالع على البنود ديالها كامله والكونطرا اللي كتضمن الكوسيون كتضمن ايضا الضمان ديال مده عام وكتضمن عده يعني امور اللي هي على لا شارج ديال الشركه بينها لونتروتيان بينها الفيدانج بينها عده امور، ايضا واحد لو سي ولا واحد البلافون في الكيلومتراج اللي كتبقى قبل ما كنوصلوا ليه هي على شارج ديال الشركه. انا وحي لكم الطيلة على الكونطرا غتشوفوا هاد لي كلوز كاملين وهاد البنود. المهم ملي كيولي الدوسي كومبلي ملي كيكمل كنصيفطوه لوزاره الداخليه اترافير سيد العامل او لا سو كوفير السيد العامل. هنا الدي سي ال او قسم الجماعات المحليه كيطلع لو دوسي كله دو ا زد، يعني تيتشاف كله بتفاصيله. وهنا كانت جلسة بيننا مع قسم الجماعات المحلية والسيد العامل أيضا من أجل النظر في التفاصيل ديال هاد الصفقة اللي ما كانش عليها ولو ملاحظة واحدة، لأن لو كان شي ملاحظة كان غادي يرجع الملف لينا ودار لانيولاسيون يدار إلغاء الصفقة. لا، مشى الملف عن طريق السيد العامل
المديرية العامة، وقبل ما المديرية العامة تديبلوكي هاد الاعتمادات للشركة تهي كتعاود تشوف الدوسي دو أ أ زد. ملي كيكون كومبلي راه كيوقع ديبلوكاج ديال الاعتمادات باش تخلص الشركة في الـ في الـ في في يعني في الـ في الثمن ديال الآليات. إلا كانت ولو أدنى ملاحظة أكيد الدوسي تاني كيرجع وغادي توقع لانيولاسيون ولا تصحيح المسطرة ولا ما إلى ذلك، لم تكن أدنى ملاحظة على ملف اقتناء الآليات. هذا ما كيتسماش مرآب، هذا كيتسمى عبارة عن خلا. غير مؤخرا راه تم سرقة ديال البطاريات ديال الكاميونات اللي كانوا هنايا، تم سرقة ديالتهم. علاش؟ لأن هنا ما كاين لا مراقبة، ما كاين لا ما كاين لا لا اللي قابل، ما كاين كاميرات، هنا العشوائية والفوضى وصافي هادشي اللي كاين. للحفاظ على هاد الآليات وعلى أنه يتضمن لها واحد المكان مخصص جيد، حيت كما كنعرفوا من وراء اقتناء هاد الآليات راه ضعف العدد ديال الأسطول اللي كاين في البارك كومينال. كان في الولاية السابقة كانت إصلاحات همت هذا المرآب، ولكن مع ازدياد هذه الآليات كان لابد ولزاما علينا من عاوتاني أننا نزيد إصلاحات في المرآب. بالمناسبة وزارة الداخلية ستعطي واحد الدعم على نجاعة الأداء الجماعات. بيان سور هذا الدعم ما تيحظوش به جميع الجماعات، لأن كاين شروط، كاين مؤشرات خاص تشتغل عليها الجماعات. احنا الحمد لله بان اشتغلنا على المؤشرات بشكل جيد، تقريبا وصلنا للمؤشرات كامله، يعني ضربنا المؤشرات كلها. بناء على ذلك يعني كانت اننا حصلنا على الدعم ديال من بين الجماعات القليله اللي حصلت على هذا الدعم ديال نجاعات الاداء، واللي كتعطانا فيه اننا نبرمجوه يعني على حساب الحاجيات ديالنا، وبيان سور البرمجه ديالو في لا دوزيام بارتي اللي كتهم التجهيز. من بين الامور اللي ارتئينا واللي بانت لنا على اهميتها هي التحسين او اصلاح هذا المستودع او المرآب الجماعي، باش يقدر باش او نحسن او نامنوا هذه الاليات كامله، سواء من السرقه ولا من يعني من العبث بها. احنا حاليا راه اون لونسمون ديال هذه الصفقه ديال الاصلاح ديال البارك كومينال، واحد لا كلوتور اللي بغات تدار ليه ديال واحد الجدار، وبيان سور غرياج ديال 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 الحديد اللي غادي ان شاء الله غادي يخلي الاليات في منأى يعني عن اي عبث او تصرف من شي حد اجنبي او من الغير.